تدعية الحكام الدوليين بالكامل. احنا عندنا كان عندي معلومات ان عندي ثلاث حكام ساحة عندهم رخصة الفار، كابتن جهاد جريشة، كابتن محمود البنا، كابتن امين عمر، وعندي واحد اسيستنت اللي هو كابتن محمود ابو الريال. فلما جيت كلمتهم انا عارف ومتأكد ان هم عندهم الرخصة، وبالرغم من كده كلمتهم فقالوا لا احنا عندنا الرخصة. فاستبعدت الرباعي ده من التدريب، اشتغلنا التدريب على بقية الحكام. لما جانا الابروفال الحمد لله لجميع الحكام اللي خضعوا للتدريب، ما لقيتش فيهم اسم محمود البنا، ما لقيتش فيهم اسم امين عمر. ليه؟ لان محمود البنا ناقص له حاجات ما كملتش، امين عمر ناقص له حاجات ما كملتش. ان شاء الله هنكملها لهم هنا في خلال الاسبوع ده، لان هم ما حضروش معانا، حضروا مع الاتحاد الافريقي وحضروا مع الاتحاد العربي. برغم حضورهم هناك، برغم انه هناك كان المدرب بتاعهم هو مدرب الفار الاول في العالم اجنبي، ما حصلوش على الرخصه زي ما حكامنا المصريين حصلوا عليها.